ايه اه على اي خدمه بقى؟ ما بدي اكذب عليك بس سمعنا انها بتشتغل عندكم كمان. وانتو عملتوا شي غلط مع المساعدة او اسأتوا التصرف معها؟ نعم اخي لو سمحت لا تحكي كلام مو حلو. شو هالحكي؟ لهلأ ما حكيناها. شو عم تحكي يا ولد انت؟ لا لا انا قصدي انما تركت لنا فرصة ليصير شي يعني. يعني عملت شي في قلة احترام معك او بيقلل من قيمتها؟ ممكن تفهمني؟ في أكثر من حركة بتدل على قلة الأدب. أنت بالضبط عن أي حركة عم تحكي؟ قول. كلامي مانو كتير غامض بس بقصد أنه ممكن تكون عملت شي تصرف سيء مثلا. أخي الشغلة صارت بالعكس يعني نحن حاولنا أنه يصير شي بس ما صار. طيب أنت برأيك إذا أصرينا شوي ممكن توافق؟ إذا ضغطنا عليها ممكن تتجاوب معنا وتوافق تحكي معنا؟ شو قلت؟ قرب وجرب وتعال وقرب ما بتلاقي غير من هالخضرة عنا. سمعت شو حكوا في بوتي؟ سمعت منيح وشفت بعيوني وتحملت كتير. لا شو تحملت بقى؟ تخيل معي إنك تكون نايم بالليل وبأمان فجأة أنت بتحس انه في حدا غريب حدك بتخد. ممكن تفهمني وقتها شو رح بيكون شعورك؟ لا شو صافي خبرني، يلا خبرني شعورك. طيب تخيل انت كمان انك تكون نايم بالليل بامان وفجأة ينط حدا من وراك ويقلك انه رح يعمل لك تدليك لظهرك واجباري عنك، ساعتها شو رح يكون شعورك؟ قصدك هيك صار معك؟ ايه مزبوط، وكل هاد ومرتي جنبي منيح اللي كانت نايمة. صار معي نفس الشيء تماما ومرتي نايمة بس كانت بتخد. عن جد منيح اللي ما حسيت بوجودها يا زلمة. في بوتي رح تصير مشاكل كبيرة، في فرص كبيرة قدامنا لتصير مشاكل وجبهات. ليك تيواري في شي واحد ما فهمته، كيف تجرأت تعملها بحضور زوجاتنا ومن دون خوف؟ قدرت خادمة مثلها على هيك تصرف خبيث وما حسبت حساب لأي حدا أبداً؟ برأيك ممكن تكون كلها لعبة من أنو ومن أنجوري وبيعرفوا باللي صار ومتفقين معه؟ ما بتشك فيهم؟ لا ما بتوقع تكون هيك في بوتي. ليك أنا شامم ريحة لعبة هالمرة يا سيد تيوار، فهمين علي إيه؟ بس مين بيعمل هيك عملة؟ ليش ما بتحاول تستخدم عقلك مرة واحدة بالسنة؟ الشغلة مو سهلة، بدها تفكير حتى نتأكد من القصة، ما فينا نتهمهم هيك بدون أي دليل. معك حق ولازم نتحقق بسرعة بأقرب وقت لأنه هالمرة الشريرة رح تعملنا مشاكل.